وعلى آله وصحبه أجمعين. من الدين يا أخواننا أن ينصح المسلمون وأن يبين لهم الباطل. يا أخواننا الناس تركز معانا، المشاهد دي عندنا مشاهد طبيعية جدا، لأنه نحن بنتكلم في أمراض الأمة. دائما بتلقى الأخصائي بتاع الجراحة بتاعة العظام، العنبر كله كوارك، ده هو العنبر بتاعنا ده، فهمت؟ أما لو ده مشيت لعنابر الصوفية بتلقى عنابر في كلام عن الوضو كده، ما بزول بكورك لأنه عندك نزلة وأدوك حب الموضوع انتهى. لكن الشغل بتاع الكسور والحاجات زي دي تخلي الناس دي تكورك لسه. أنا أتوقع بعد قليل أن تطير نظارات جوا الحلقة ذاته، فهمت؟ لسه أنا ما جيتك، فهمت؟ طيب النادي بكورك، أزول الجبي كورك، عمنا ده بكورك، ليه بتكورك؟ هدي لا قال لك السلسلة الخضراء لكشف جهل وتضليل الأدعياء، الحلقة العلمية الصوفية بالسوق العربي، نشر باطل مرد عليه، والله ناكله عديل. طب تلعب اللجنة، فهمت؟ فده باطل نشره. أمشي أفتح فينا بلاغ، فهمت؟ في محل بتاع ملكية فكرية في أي بلد، فهمت؟ المصيبة المحكمة بتاعت الجنايات الدولية وكامبو جين أحمر، كلها مش أفتح بلاغ. تقدر تفتح بلاغ؟ ديل كلهم الصوفية ديل دعاة بتاع كفر وشرك وإلحاد بالله سبحانه وتعالى. ألا في هذه الورقة صفحة 8 أوعد تكورك، لأنه نحن عندنا أدلة آيات صواقع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرد بها على باطلك الفارق الذي لا يسوى المداد الذي كتب به. صفحة 8 أمشي أفتح بلاغ، أنا داري أنهم يفتحوا بلاغ. بكرة إن شاء الله المحاكمة بين أخونا مزمل السلفي داعية التوحيد وبين المجرم الدجال الضال الأمين، بكرة إن شاء الله بيجاي. وإن شاء الله الحمد لله يا ربنا لمانا في وسائق الليلة قبل شوية، وسائق تنجمك أنت والفتح بلاغ ذاته، مش أفتح بلاغ تاني. طيب قال نمرة 5 صفحة 8، قال من الحاجات اللي ربنا أداها للأولياء، والله وبالله وطالله الزول اللي بيعتقد الكلام المكتوب في الورقة دي ما عنده أي علاقة مع الإسلام. نمرة 5 قال إكرام الله، والكذب إنه بيضيفه لله. قال إكرام الله الأولياء بكن فيكون. قال لا يكفر، أسمع الكلام ده كفر كيف؟ قال لا يكفر من قال أن الله تعالى أعطى بعض خواص أوليائه كرامة أنه إذا قال للشيء كن كذا يكون قال بإذن الله. شوف الكفر بالله سبحانه وتعالى. والكلام ده إذا راجعت صورة المؤمنون، الصورة دي للمؤمنين، أما الصوفية ما عندهم علاقة مع هذه الصورة، فهمت؟ ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم أمشي أسأل المشركين، ناس أبو جهل وأبو لهب وعقبة ابن أبي معيط واليهود والنصارى وغيرهم، ربنا سبحانه وتعالى قال له أسألهم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى قال فسيقولون لله، دل المشركين، ربنا قال المشركين بيقول لك كن فيكون حق الله، وبعدهم كفار وهم مشركين. والصوفية اللي قالوا بيدعوا للقرآن بيقولوا الشيخ بيقولوا كن فيكون، وقالوا نحن مسلمين فما لكم كيف تحكمون، ده كلام باطل. قام استدل له بحديث ودليل باطل. يا اخواننا القرآن ده ما صعب، ربنا قال إنا سنلقي عليك قولا شنو ثقيلة. القرآن ده صعب، لما ينزل على هؤلاء الناس أصحاب القلوب المريضة التي ملاها الشرك بالله وملاها حب الشيوخ والفكية، الأولياء بتاع إنك دل ما عندهم حاجة، ولو صعب قولوا لشيء كن فيكون، خلي يقلبون أي حاجة، قرود خرفان، الضحية قربت، اللي يقلبون خرفان الشعب السوداني ده يضحي مجان، فهمت؟ أبوك الشيخ كذاب ما عنده أي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال ده قرآن، انت قلنا أنا قاعد أحج فيك. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. انت عارف عباد أمثالك معناه شنو؟ معناه أبوك الشيخ البري والصايم دينا والمكاشي
والكباشي ابوك الشيخ بياكل وبيمرض وبيمشي الحمام، تنادي لك زول بطنه ملانة عفن يا بليد، فهمت؟ عشان كده ربنا قال ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم شنو صادقين. ربنا قال الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم قلوب ام لهم اذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني جميعا فلا تنظرون. وهناك هناك امام من ائمه الموحدين هود عليه السلام، لما دعم للتوحيد هود عليه السلام الجماعه قالوا له انت بتتكلم في الاولياء بتاعنا معناه الاولياء ديلها بشوك، قالوا ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء، قال اني اشهد الله. وهذا الكلام لكل الصوفيه، لا برعي لا صايم ديما لا مكاشي لا شيخ الامين بتاع الحيران وشيكسي وبخره جلكسي، فهمت؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بعدين الصوفي الوزع الورقة دي جاب له حديث في بحار الأنوار للنور الطبرسي، طبعا ما مسكين ساي بيكون ببيع له في فتة ولا جقاجق ولا حاجة ما عنده علاقة مع الكتب، أنا احنا قرينا زولوي تزول ما عندك حاجة جيب شيوخك. الحديث جابه قال هاي في حديث وكذاب ساكت، ده كلام بتاع شيعة جابوا النوري الطبرسي في كتابه بحار الأنوار، سمعت بكتاب زي ده؟ عرفت؟ قال جاء في الأثر يا عبدي أنا أقول لشيء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول لشيء كن فيكون إلى آخر ما قال. وده أخواننا باطل، ده كلام بتاع الشيعة عشان تعرف العلاقة بين الصوفية وبين الشيعة، فهمت الحاصل؟ ده كله كلام باطل ساكت. اللي بيقول لشيء كن فيكون الله، والبيد الامر الله، الكلام ده لا غالت فوقه ابليس ولا غالت فوقه ابو جهل، للاسف الشديد تلقى زول عامل فوقه مسلم وبيغالط في المواضيع دي. ربنا قال عن ابليس الملعون لما ربنا طرده من الجنه قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإبليس مع كفره بالله ومع ضلاله ومع انحرافه بيقول إنه ربنا خلقه وخلق آدم، وربنا هو البيد الأعمار عشان يطول عمره عشان يعيش لغاية يوم القيامة، ودعا الله براه وما دعا مع الله واحد تاني، مع إنه الحاجة الدائرة إبليس دي لو صحي التوسل بالأموات بجوز كان يتوسل بها. ليه؟ لأنه إبليس داير له حاجة واحدة بس، عشان تعرف يا أخواننا إبليس مع ضلاله أهون ضلالا من الصوفية. فإنت كونك تستحضر ده ما بنسلين حار شديد، وده يدل على إنك الآن تم تسليم الرسالة. كورك ساكت يا زلمة، فهمت الحاصل؟ أشغل مجايا يا مسكين، أنت بتلعب ولا شنو؟ دي أدلة صواقع يا كافي البلد، شيوخك تد ما قادرين يردوا على الأدلة دي، شيوخك كلهم ما قادرين يناظرونا. أفتحوا لنا التلفزيون، افتحوا لنا التلفزيون عشان نوريك الحاصل، والله ننجمكم نجام لما تتكيفوا، فهمت الحاصل؟ جيب الشيوخ بتاعنك، فهمت؟ خليه ما عنده حاجه، الشغل بتاعنا ده حر. داري شيوخك اي انت ظل ضنب ساكت، نحن ما بنناظر الذنوب، انت ظل ضنب، نحن دارين الشيخ الكبير وينه؟ فهمت؟ موسى عليه السلام، اسمع الكلام ده كويس، موسى عليه السلام قال موعدكم يوم الزينة. خلوه يا مشايخ، خلوا الزول ده، خلوه فهمت؟ موسى خلوه يا ناس، خلوه، اقعد الله يديك، عرفت؟ موسى عليه السلام قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يا ذا الصوفي ما عنده حاجة، صوفي ما عنده حجة، صوفي ما عنده دليل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى يا ذا الصوف ما بسوي حاجة، نحن ما بنخاف من دلقان
ما بنخاف من شيخ طريقة، ما بنخاف لنا من عود، ما بنخاف من راية، فهمت؟ نحن بنخاف من رب العالمين الخلقنا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهمت الحاصل؟ أن إحنا دارين مناظرة مع محمد المنتصر الإزيري، دارين مناظرة مع حامد بابكر، دارين مناظرة مع الياغوت في التلفزيون عشان نحسم يا السودان ده شات يبقى سلفي يا كله يبقى صوفي. ما عندكم أدلة، هذه لها الكتب بتاعتك مليئة بالكفر والإلحاد بالله سبحانه وتعالى. فهمت؟ ده مجمع الأوراد بتاع الطريقة الختمية صفحة 111 ولغاية ما انت ماشي 117. افتح الكتاب ده كتاب الطريقة الختمية. امشي جيب شيوخك، ضنب ما بينفع معانا، نحن بنلعب في دوري ممتاز، كترجمة ما بيلعب معانا، انت ما هو في مخك، بنلعب فوق قدام هناك. طيب دي الدعوة بتاعت المرغنية، دعوة لا فيها آية لا فيها حديث لا فيها كلام بتاع صحابة، فهمت؟ قال وهذه الدعوة البرهتية المأخوذة من سيدي الشيخ محمد الحسن مرغني رضي الله عنه ونفعنا به. قال وناس حزبوا ما نفعهم، فعنا نحن تمام في مخك. طيب قال يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أسمع الصلاة دي أصلى قتك. قال اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أقسمت عليكم وأزجركم وأحلف بالله وأستعين عليكم بالله وبأسمائه وآياته. نشوف هل ده من أسماء الله ولا من آيات الله ولا ده من إضافة الصوفية للقرآن. قال شنو؟ قال وأدعوكم إلى طاعة الله وأسمائه وذكره وعهده المأخوذ عليكم من سليمان بن داود. داري غشك ساكت. قال وإلى أن يقول قال بحق ما تلوت عليكم وما أتلوه عليكم. داري وريك الأسماء الحسنى بتاعته. قال برهتية 2، كرير 2، تتلية 2، دي في صورة شنو؟ طوارن 2، مزجل 2، بزجل 2، ترقب 2، برهش 2. اسمع الكلام ده، ديل كلهن 2، ها ديل كلهن 2. قال شمهاهير هو رب العرش العظيم. قال ياهن هيوه بقط ريال أجب يا شرنطائيل. حصل لقاك في القرآن شرنطائيل؟ قال الملك الموكل بالعهد يا زال، والله إلا دي الملائكة ندى القلعة يا ملائكة سيري معانا. قال بكه طه طه طهونية، كه طه طه هونية، ياهن واهن نموهن بلط شغاويل أمويل، إل شطايا شطيائيل، يا روخ أروخ ناروخ بعزة يا روخ بما هو مكتوب في جبهة إسرائيل، إلى آخر الكفر والدجل والشعوذة. ده كتاب لك سلام مني. أفتح القلب البيت ولد، عرفتها؟ دي كتب البريد، ده سيدك وسيد كثير من الناس في البلد دي، ونحن سيدنا الله براه سبحانه وتعالى. فهمت؟ لما جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنما السيد الله سبحانه وتعالى. فنحن ربنا حامينا ولا نتوكل إلا على الله، ولا يملأ قلوبنا إلا إيماننا بالله. كفرنا بجميع شيوخكم وبجميع طواغيتكم، لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون شيء من الكون. ربنا سبحانه وتعالى قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا ما يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ربنا سبحانه وتعالى قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ربنا قال فسيقولون الله فقل فأنا تسحرون. ربنا سبحانه قل أفلا تتقون. ربنا سبحانه وتعالى قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون لله قل فأنا تسحرون. ربنا سبحانه وتعالى قال قل هل من شركائكم
من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تفكون. قل هل من شركائكم من البرع أو صائم ديما أو غيره، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قل من رب السماوات والأرض، دي آيات صواقع، دي لو خشت على طريقة فساء صباح المنذرين. ربنا سبحانه وتعالى قال قل من رب السماوات والأرض قل الله، خمسة قل انت بتلعب. قل من رب السماوات والأرض، تقدر تناقش يا صوفي؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ده ربنا سبحانه وتعالى. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني ربنا لو منزل علي مصيبة الأولياء بيرفعوها ما بيرفعوها؟ البرع جات حصوة، عمل مصر المؤمنة رفعوها ما رفعها؟ قال هيا أبو التاية وحامض بعصايا تزيل الحصايا وأمراض كلايا، زعلوها ما زعلوها؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. عشان كده ربنا قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ده رب العزة والجلال. عشان كده أيضا ربنا قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نحن بنتوكل على الله، ومن توكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ها إن الله سبحانه وتعالى نافذ ملكه وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. دي الضلالة الخامسة أنا بديت بها، وإن شاء الله في أكثر من ضلال مبين. نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي.